لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أنواع الهجرة إلى بريطانيا وأنواع تأشيرات الدخول إلى بريطانيا. زيارة العائلة أو الانضمام إليها تمنح بريطانيا تأشيرة دخول وإقامة مؤقتة، وقد تتحول إلى دائمة مع منح الجنسية عند زيارة الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته أو الأولاد لوالدهم أو العكس إن كانوا دون 18 عاما. ممارسة التجارة والأنشطة التجارية. الهجرة إلى بريطانيا وتأمين التأشيرة متاح بسهولة لرجال الأعمال والفنانين والمشاهير وأصحاب الشركات والأنشطة التجارية الضخمة. الدراسة في الجامعات البريطانية. تستطيع الحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا في حال تم قبولك للدراسة في إحدى الجامعات البريطانية. للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع فريق عمل يوستادي.com.